مغربية بتعليمات من جلالة الملك انخرطت في مجهود اللي بداوه الليبيين لحل الأزمة منذ البداية قبل ما تكون هذه المؤتمرات وقبل ما تكون هذه الاجتماعات، انطلاقا من قناعة أساسية هي أن ليبيا بلد مغاربي شقيق، استقرار ليبيا يهم المغرب، أمن الليبيين يهم المغرب، و يعني وحدة الليبيين واستقرارهم كتهم بالدرجة الأولى المملكة المغربية. بالتالي فالدور المغرب ما بداش مع برلين وما يساليش مع برلين، المغرب كان في البداية كارثة. النقطة الثانية هي أن المغرب ما كيغيرش الدور ديالو ولا ما كيتزادش ولا كينقص بالنظر انه تلقى دعوه ولا ما تلقاش دعوه. المغرب من البدايه كان عنده موقف من عدم استدعائه في برلين الاول، وقال بان يعني ماشي موقفه ما كانش باش يعاود يستدعى مره ثانيه، موقفه كان لتاكيد بان المقاربه اللي كانت في البداية واللي أدت إلى عدم استدعائه للاجتماع برلين الأول كانت مقاربة خاطئة، وبأن السؤال لماذا السدعية لم يستدعى في برلين الأولى والسدعية البرلين التالي يجب أن يوجه للآخرين. ماذا تغير منذ برلين الأولى، وما هي الأسباب التي جعلت المغرب لم يستدعى في البداية والسدعية الآن؟ على من لم يستدع المغرب في المرحلة الأولى أن يقول ماذا تغير، هل دور المغرب تغير، هل هناك اعتبارات، هل كان هناك خطأ، لكن هذا ماشي سؤال لا يوجه المغرب. النقطة الثالثة، بحال قال معالي المستشار المغرب يحضر أو لا يحضر المؤتمرات، هذا ماشي هو الهدف من دوره في ليبيا. دوره في ليبيا هو أن يقف مع الليبيين أولا وأن يواكب ما يريده الليبيون لإيجاد حل لأزمتهم، هذا هو دور المغرب. والمغرب كان دائما يشتغل مع المؤسسات الليبية أولا، وبالتالي فهذه ماشي واحد ليبيا ماشي واحد الكعكة دبلوماسية تشتغل فيها لتنضاف إلى لاكارت دو فيزيت. ليبيا هذه معاناة شعب منذ مدة، هذه إرادة الشعب لأن يخرج بهذه الأزمة عن طريق الانتخابات. هذا هو، هكذا يرى المغرب الملف الليبي، ليس صور وليس خطابات وليس يعني حضور أو عدم حضور. النقطة الرابعة هي أن المغرب مع المجهود الأممي، هذا لا يعني أن المغرب يشتغل بمعزل عن المجهود الدولي، المغرب يشتغل في إطار المجهود اللي كتقوده الأمم المتحدة، يقوده المبعوث الخاص الأمين العام لإيجاد حل للأزمة الليبية وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون، والدور المحوري للمؤسسات الشرعية الليبية في تطبيق هذه خارطة الطريق. المغرب دوره أولا هو استماع للليبيين ويقوم بما يريده الليبيون، هذا هكذا المغرب يرى دوره في إطار مظلة أممية، والمغرب لا يرى دوره خارج المظلة الأممية والمجهود الدولي، سواء حضر أو لم يحضر هذه اعتباراته، مرتبطة كذلك بطبيعة علاقتنا مع البلد الذي استضيف الاجتماع وما مرتبط بما تشهد هذه العلاقة. المغرب كان دائما يقول ويؤكدها اليوم بأن الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي والحلول التي لا تنطلق من ما يريده الليبيون لا يمكن أن تنجح، لا يمكن لوصفات توضع خارج السياق الليبي وخارج ما يريده الليبيون أن تنجح لإخراج ليبيا من أزمتها. لا يوجد حلول برلينوز لمشكلة أفريقيا الجنوبية، أفريقيا الجنوبية لها منطقة خاصة et à ses propres dynamiques, et le Maroc connaît ces dynamiques, et c'est pour cela sa contribution est d'abord celle d'accompagner les Libyens dans ce rôle. Merci.